اليوم كانت مرافعتي على التجار بالبشر حول نص شرح النصوص القانونية الخاصة بالتجار بالبشر، يعني شنو بغى المشرع يقصد بالتجار بالبشر، ودرت على المفهوم ديالو وعذرت على تحديد الأركان ديالو. وهذيك بغيت نشوف هذاك الأركان، بينت المحكمة بأن الوقائع ديال النازلة ما متوفرش فيه للتجار بالبشر بمعنى الحقيقي ديال القانون للتجار بالبشر. هدرت على المحور الثاني، هدرت على الوسائل الإثبات المفترضة، وهدرت في المرحلة الثالثة على مناقشة الخبرة. هدرت على التصريحات ديال الشهادة، اعتبرت بأن المطالبات بالحق المدني راه ما يمكن لهمش يكونوا شاهدات في الملف. النيابة العامة ودفاع الأطراف المدني كيعتبروا بأن المطالبات بالحق المدني شاهدات، وهذا مخالف للفقه وللقانون وللقضاء. ما يمكنش اولا ما يمكنش المطالب بالحق المدني يكون شاهد. علاش؟ لانه هو طرف مدني في الدعوه، ولانه هو طرف في النزاع، ولانه هو له مصلحه في الدعوه، وبالتالي ما يمكنلوش يكون شاهد. وكاين شروط اخر، لان خص يكون فيه الضوابط القانونيه ديال الشهاده. شنو هي؟ اولا خصو يؤدي الاداء اليمين ويكون خارج القاعه، ما يسمعش البحث وما يسمعش المناقشه اللي كاينه في القاعه، باش ما يسمعش الاسئله ولا باش ما يكونش عارف. اذا الا ما اداش اليمين القانونيه، يعني كتعتبر شهاده باطله، وبالتالي الملف ديال النازله جاء خاليا من اي اثبات. هضرنا على جميع الوسائل، قلنا بان الفيديوهات باش يكون عندها حجيه لابد تكون عنده واحد الضوابط وقواعد قانونيه معترف بها. اولا خص يكون فيه استمراريه من حيث الزمان، خص يكون فيه الحفظ من اي تعديل، خص يكون فيه تكون فيه قراءه واضحه، وتكون الوجود ديال الاشخاص اللي في داك الفيديو يكون واضح، باش يكون واحد الدليل اللي يعترف به، تكون عنده حجيه قانونيه، ويكون دليل مادي اللي تعترف به امام القضاء. ما عندها حتى شي قيمه قانونيه. ما عندهاش اولا تخرج من واحد الجهاز اللي اصلا المؤازر تيقول لك ماشي ديالي، وما ترفعش عليه البصمات، كيقول لك هذاك ماشي ديالي. اذا ماشي ديالي، وكتيقول في الفيديو تيقول لك انا هذاك الشخص ماشي انا. اذا هذا الفيديوهات فقدت الحجيه القانونيه ديالها. هضرت من بعد على الهشاشه والحاجه والضعف. حنا كنشوفوا كلهم مطالبات بالحق المدني، عندهم مستوى ثقافي عالي، عندهم كيتمتعوا بواحد الوضعيه اللي هي اجتماعيه واقتصاديه وماديه جد ممتازه. وما نذكرش لكم كيفاش كل وحده وشنو عندها، اللي كتمتلك العقارات، اللي كتمتلك السيارات، اللي كترشح في انتخابات، وكلهم وضعيه ممتازه. ومابقاش القانون تيقول لك السلب لا يتحقق الاستغلال الا اذا تم سلب الاراده، يعني ما يقدروش يغيروا حتى الوضعيه ديالهم، ما يقدروش في واحد الوضع يلقاو مثلا في واحد المكان منعزل، ما يقدروش يقاوموا باش يخرجوا من هذاك الوضع اللي فيه. ولكن هادو كتخرج كتسافر بالطياره، كتتزوج، كتسوق السياره، كتشتري العقار، كترشح انتخابات، فين هي هاد السلب الاراده؟ كلهم يتمتعن بإرادة تامة.